كريم السقا، برحب بحضرتك. اهلا وسهلا يا استاذ، ازيك؟ يعني الاجتماع الاول كان امبارح، وعايز اعرف منك تفاصيل اكتر عن الجهود اللي بتتم قبل ال 15 يوم ما ينتهوا. في الاول طبعا انا احب اشكر كل الجهات اللي معنيه بالقضيه لمساعدتهم بينا، وهم يعني مجلس قومي لحقوق الانسان، لجنه حقوق الانسان في البرلمان، وزارة الداخلية طبعا، المراكز الحقوقية، النقابات والأحزاب. احنا دلوقتي في مرحلة جمع البيانات من كل الكيانات دي. الناس كلها متعاونة، عندهم أو شايفين إن في إرادة حقيقية للتعامل مع الملف. لازم الناس تبقى فاهمة شوية إن اللجنة دي مختلفة عن اللجان اللي شكلت قبل كده. بمعنى إيه اللجنة دي مختلفة؟ أقول لحضرتك، هي بتبحث ملف لم يبحث في تشكيل اللجان اللي فاتت، الا وهو الحبس الاحتياطي. اللجان اللي فاتت كانت بتتكلم على العفو الرئاسي عن ناس واخده احكام. لكن اللجنه دي هي لجنه بتبحث الحبس الاحتياطي وملف الحبس الاحتياطي. بنتعاون مع الجميع، وبحب اشكر برضو الاعلام بصراحه لنشر الموضوع ونشر الايميل والاستماره اللي بنجمع بيها الحالات بشكل فردي. زي ما حضرتك ذكرت، احنا اولوياتنا الطلبه، ودي حطينا على راس الاولويات دلوقتي، لان هم مستقبلهم يهمنا ويهم البلد. تمام. وتم حصر الاعداد بالفعل؟ عندكم قائمه بتحركوا عليها؟ لسه بنستقبل البيانات وبنعمل لها كلاسيفيكيشن، او يعني تقسيم على اساس العمر وعلى اساس المده وعلى اساس مكان الحبس وعلى اساس الحدث نفسه. احنا طبعا المعيار الاساسي عندنا ان ما يبقاش حد من هنقترح العفو الشامل عنه يكون تورط في اي اعمال عنف او تخريب. ده الموضوع باختصار، في انتظار اسئله من حضرتك. ما يكونش توافر لاي حاجه بتقول ان هو تورط في اعمال عنف بالضبط او تخريب. بالضبط. طيب ايه غير كده بقى يا فندم؟ غير كده ان احنا شغالين يعني. لا 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 لا، ايه غير كده؟ يعني هو عادة اللي تم إلقاء القبض عليه، مش تم إلقاء القبض عليه في أعمال تظاهرات وإثارة عنف وشغب لازم نبقى واخدين بالنا إن كان في تظاهرات سلمية وكان في تظاهرات عنف. وهنا ده الواقعة نفسها ليها تأثير قوي في رأينا يعني. وطبعا احنا بنتعاون مع الجهات المختلفة فيما يخص التحريات. وحضرتك قلت لي من شويه ان مفيش حصر كامل بالاعداد جات لكم لحد دلوقتي، انتوا لسه بتستقبلوا البيانات. مش قوي كده، بس لازم حضرتك تبقى فاهم ان اللي كان بيقدم يعني ورقه ذوي الناس المحبوسه كانوا بيكرروا التقديم، يعني فكره ان هو يروح للمجلس القومي لحقوق الانسان يقدم، ويروح للنقابات يقدم، ويروح للمراكز الحقوقيه يقدم، ويروح لوزاره الداخليه يقدم. ففي دوبليكيشن او في تكرار للموضوع. فاحنا دلوقتي بنحاول نحصر كل ده عشان نطلع برقم حقيقي يعني. طيب احنا كده عندنا مشكله. طب وزاره الداخليه بتبعت ولا ما بتبعتش؟ طبعا طبعا، وزاره الداخليه بصراحه متعاونه جدا يعني. متعاونه جدا. جدا جدا. ويعني مهتمين قوي بالموضوع، وشايفين ان هو هيبقى ليه تاثير كبير يعني على الوضع بشكل عام. طيب الموضوع ده ياخد من حضراتكم وقت قد ايه يا فندم؟ احنا زي ما قررت رأي، احنا قدامنا 15 يوم هنقدم فيهم التقرير للرئيس والتوصيات اللي احنا بنشوفها يعني. بشرط ان ما يكونش تم حبسه او القاء القبض عليه بسبب اعمال عنف او تخريب. بالظبط بالظبط. تمام. بشكرك شكرا جزيلا استاذ كريم الساعة، عضو لجنه الشباب وعضو اللجنه المشكله للنظر في قضايا المحبوسين على ذمة التحقيقات واللي ما صدرش بشأنها حكم من القضاء.